قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختار الله الرسل لتحرير الناس من الشرك والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. فالرسل كلهم من أسس منهجهم واحد، والذي أرسلهم واحد هو الله تبارك وتعالى. أرسلهم بهدف واحد، وهو أن لا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله أي لا طاعة ولا عبودية ولا خضوع إلا لله. أن لا تعبدوا إلا الله يعني لا تطيعوا غير الله، لا بشر ولا تقديس حجر، لأن تقديس الأحجار والشعارات هي من ورائها عبودية لغير الله تبارك وتعالى. فربنا يبين لنا أن دعوة الرسل واحد، وأن الناس والأصل فطرة الناس واحدة، ولكن دخل عليهم الشرك فأشركوا مع الله طاعة غيره. فالآيات التي بين أيدينا تبين بالأدلة أن الخضوع والعبودية لله، وأن طاعة غير الله والعبودية لغير الله شرك وضلال ولا دليل عليها. يقول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عباد الذين اصطفاهم الأنبياء والرسل. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. قل يا محمد ويا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوته، قل الحمد لله أي الثناء والشكر لله المحمود في ذاته وصفاته. والحمد لله على نعمه أيضا التي لا تعد ولا تحصى. وسلام على عباده الذين اصطفى، وقل أيضا سلام تسليم وأمن وتحية على جميع الأنبياء والمرسلين الذين اختارهم الله لتحرير البشرية من الشرك والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. فحملوا لواء التوحيد بدعوة الناس إلى الله وحده لا شريك له، إلى طاعته وعبادته وحده والتحرر عن العبودية لسواه. واسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا من تؤمن بمحمد وتدعو بدعوته، اسأل الناس: الله خير أما يشركون؟ هذا الاستفهام يسمى استفهام إنكاري، ينكر عليهم الشرك وينكر عليهم الانسياق والانحراف إلى غير الله تبارك وتعالى، مع أنهم إذا انحرفوا إلى غير الله ضيعوا الدنيا والآخرة، فالله خلق لهم الدنيا وخلق لهم الآخرة كما يأتي في الآيات التالية. الله خير أما يشركون، هل الله خير لمن عبده وأطاعه أم وآمن به وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي بيده صحتكم وحياتكم وراحتكم وموتكم وطعامكم وشرابكم من هذه الأرض التي خلقها لكم؟ الله خير أما
أما يشركون به طاعة غيره أم المخلوق الذي يطيعونه ويتبعونه وينطلقون وراءه بالتبعية. ثم ربنا تبارك وتعالى يقول أيضا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أمن أيها الإخوة التقدير أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يفعل، الذي يفعل هذه الأشياء يحق له الطاعة والاتباع، أما لا يفعل ما بيطلع بإيده شيء، هذا يطاع وخالق الكائنات يترى. أمن خلق السماوات وما فيها من نجوم وأفلاك وأقمار وشموس، والأرض إحدى السيارات في هذا الكون وكلهم في فلك يسبحون، والأرض أي خلق الأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وأشجار وزروع وثمار، خلق تربتها صالحة لإنبات ما يحتاجه الإنسان وحيواناته ليعيش حياة سعيدة على هذه الأرض. أمن خلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها وأنزل من السماء وأنزل لكم من السماء، السماء جهة العلو كل ما علاك فهو سماك، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا، أنزل فعل الماضي فأنبتنا مخاطب متكلم، هنا يسمى في العلم اللغة العربية الالتفات، التفت من الغيبة إلى الخطاب، وأنزل فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أنبتنا لكم بالماء، الباء تسمى باب باء السببية، الباء لها مع 15 معنى أو 13، إحدى هذه المعاني السببية، فأنبتنا به حدائق أي بسببه، ليس الماء هو الذي ينبت ولكن الله جعله سببا للإنبات، فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة ذات منظر جميل وممتاز بالنسبة لكم، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هل أنت أيها الإنسان هل يستطيع إنسان أن يقول هو ينبت شجر المشمش الذي نأكل منه، شجر التين الذي نأكل منه، شجرة العنب الكرمة التي نأكل منها، شجر الزيتون، هل يستطيع أحد أن يقول هو الذي ينبته؟ لا، هو يضع في الأرض والله المنبت. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، أنتم تقرون بذلك، لا يستطيع أحد أن ينكر أن الله هو الخالق عن طريق الماء الذي ينزل من السماء. انتبهوا يا أخواني للمغالطات التي يغالط بها اللادينيون. كنا مرة في الجامعة في دولة في دورة تدريبية تربوية، بسموها تربوية ولكنها تربوية تخالف الإسلام، يعني قلة التربية. فكان الأستاذ يحاضر ثم قال ما هذه الخرافات عندنا، الناس يربطون الذنوب بالمطر وبالماء، نحن ما نحتاج إلى الماء السماء، نحن علينا أن نعمل سدود وكذا وكذا. فبدأ الطلاب والطالبات يستأذنوا ويتكلموا ويسكتهم ويتكلموا ويسكتهم، بعدين استأذنت أتكلم وأنت ماذا تريد؟ قلت له حسنا، كيف يتكون ماء المطر؟ أما يكون بتبخر مياه البحار ثم تكون الغيوم وتسحبها الرياح وتأتي إلى مناطق يتغير الجو فيها إلى البرودة ثم تحصل أمطار؟ قال نعم. قلت كيف تقول لا نحتاج إلى ماء السماء؟ من الذي خلق قانون الكثافة والتبخر حتى يتبخر الماء البحار؟ من الذي خلق الرياح وأوجدها حتى تسير ماء البحر ترسل الرياح على واقعه؟ من الذي خلق الحرارة والبرودة ترتفع وتنزل وتهبط حتى تنزل الأمطار؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أما إذا عصيتم فربما ربكم سبحانه وتعالى لا ينزل السماء عليكم. أنت تقول نبني سدود ونحفر آبار، نحفر الآبار غارت مياه الآبار لأنه ما عاد في مطر، ما رأيك؟ نحن قلت له نحن في مدينة حلب ونأتي إلى دمشق فنمر على سد الرستان، انتهى السد
ولكن السد لا يحجر وراءه إلا هواء، لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل علينا ماء من السماء حتى تنزل ينابيع وينجري ماء العاصي، فما استفد من السدود، فصار صفقوله هرب، شال كتبه هرب. هذه مغالطات يسير فيها الأشخاص الذين يدعون إلى العبودية لغير الله، يظنون أنفسهم أنهم يعني متفهمون وعلماء. لا، جهل، هذا جهل. الجاهلية معناها عندنا في ديننا أن يجهل الإنسان ربه، الرب خالق كل شيء، إذا جهله الإنسان فهذا هو الجهل المركب. أما أن يجهل علم كذا أو يجهل فلان سافر أو يجهل قضية من القضايا، فهذا أمر طبيعي، يعرف الإنسان كثير ويجهل الكثير، كل واحد منا. أما أن يجهل ربه وخالقه فيتجه إلى العبودية لغيره ويربط قلبه بغير الله وينسى الله الذي يطعمه ويسقيه ويسير اللقمة في جوفه، هذا هو الجهل المركب. ولذلك قال أحدهم عن بيتين من الشعر عن شخص اسمه توما، في باب توما كان له حمار وكان قصير القامة وكان كافر، فقال أحد الأشخاص يهجوه على لسان حماره، قال الحمار: حمار توما لو أنصفوني لكنت أركب، فإن جهلي جهل بسيط وجهل توما جهل مركب. الحمار يقول عن نفسه، طبعا على لسان الحمار: جهل الحمار بسيط، هو الله خلقه لا له عقل لا بفهم، ما بيعرف غير يأكل ويشرب وينام وينكح. أما توما الله أعطاه العقل وينبغي أن يفهم ويعرف اللي خلقه، فأنا أعرف الحمار، يعني هو يعرف الخلقه، وهذا توما ما يعرف الخلقه، يعبد غير الخالق، فجهل جهل مركب. لو أنصفوني، قال الحمار: حمار توما لو أنصفوني لكنت أركب، فإن جهلي جهل بسيط وجهل توما جهل مركب. إذن أإله مع الله وأنتم تعلمون أن الله هو خلق السماوات والأرض ما فيهما وأنزل من السماء ماء فأنبت لكم به كل نبات شتى، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون عدل عن الحق، أي انطلق إلى غيره. يعدلون أي يعدل غير الله بالله، يعني يسويه، وهذا لا يفعله إلا إنسان جهل الله ولم يعرف ربه. فربنا تبارك وتعالى بهذه الآيات وبالآيات التي تليها يعرفنا عليه ويعرفنا على نفسه حتى نكون مع الحق ومع الله ونتحرر من العبودية لغيره سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.